درس اليوم رح أوريكم شلون رح نسوي كابوس ألمو. يلا خلينا نبدأ. يمكن فجأة تسمعون أصوات، لا تخافون هذا من عندي، أعتذر على الإزعاج، بس ما أدري هم اللي هال اسم عليهم لازم. درس اليوم وايد سهل، ما يحتاج شيء. إذا ما تعرفون تخيطون بطريقة دائرية، إحنا رح نخيط اليوم طريقة المستطيل، فلا أطول عليكم، يلا خلينا نبدأ. الخيط اللي راح استخدمه اليوم خيط سيسمي ستريت من شركة لاين براند. طبعا هني في قطعة سوداء متصل فيه، بس بالغلط طلعته، بعدين راح اشوف شلون اركبه. فيلا خلينا نبدأ. مقاس الإبرة اللي راح استخدمه 4.5، مقاس الإبرة على الليبل 5.5، بس أنا راح استخدم 4.5 لأن شدي راخي. الطريقة اللي راح نسويها إن راح نسوي قطعة مستطيلة، بعدين راح نشبكهم ويا بعض، يعني ما راح نسوي بشكل دائري، لا راح نسوي مستطيل ونشبكه. طبعا عدد السلاسل راح يعتمد حسب حجم الرأس. أنا بالنسبة لي راح أسوي 36 سلسلة، فأنا راح أسوي السلاسل اللي هو راح أخذ الإبرة ألف على الخيط أسحبه لداخل اللي هو تشين، لما أوصل 36 وراح أشوفكم بعد ما أخلص. فبعد ما خلصت 36 غرزة راح أبدأ أسوي 6 غرز سينجل كروشيه اللي هو غرزة الحشو. فهذا 1 2 3 4 5 6، وبعدها راح أبدأ في باقي الغرز أسوي هاف دبل كروشيه. هاف دبل كروشيه هي غرزة النص عمود، فراح ألف الخيط على الإبرة أدخله داخل أسحب أخذ الخيط أسحبه من كله، ألف الخيط بالورا. نفس الطريقة راح أكمل لمن آخر السطر، وأنا راح أكمل وراح أشوفكم بعد ما أخلص. فهذا هو السطر بعد ما خلصت. في الحين راح أسوي سلسلتين 1 2 وراح أقلب الشغل. الفكرة ان كل الاماكن اللي اشتغلنا فيها بغرزة هاف دبل راح نشتغل عليها هاف دبل اللي هو نص عمود، وكل الغرز اللي اشتغلنا عليهم غرزة سنجل راح نكمل نشتغل عليهم غرزة سنجل. فمعناته في هذا السطر اخر 6 غرز راح اشتغلهم غرزة حشو وغرزة سنجل، والباقي كله هاف دبل. عشان يعطينا شكل حلو، بدال احنا متعودين بالكروشيه لما نيجي ندخل بالغرزة ندخلها بهالطريقة، احنا راح ندخلها ب كذي خيط واحد. لاحظوا شلون الحين هذه هي الغرزة كذي، اتوقع اوضح. احنا متعودين ندخلها بهالطريقة تحت الاثنين، احنا راح ندخلها ب كذي خيط واحد، راح نسحب وراح نسحب. هذا راح يعطينا مثل كذي خط، راح يكون حلو. اذا مو حابين عادي تقدرون تسوونه يعني بالطريقة اللي انتم متعودين عليه. فالحين انا راح اكمل بنفس الطريقة اللي شرحتها لكم، وراح أشوفكم بعد ما أخلص. أنا الحين وصلت آخر السطر اللي هو 6 غرز سنجل، بس التوضيح هم نفس الطريقة، بس راح أخذ خيط واحد وراح أبدأ أشتغل عليه. فهذه هي القطعة بعد ما تخلصون. راح تلاحظون ان اكو في جزء سميك وفي جزء اضعف اللي هو مكان السنجل كروشيه. فلان احنا الحين جهة السنجل كروشيه فراح نسوي بس سلسلة، لما نكون جهة الهاف دبل راح نسوي سلسلتين، وبعدها راح نقلب الشغل. ونفس الطريقة راح ناخذ بس خيط واحد ونسوي 6 غرز سنجل كروشيه، ونكمل لمن بعد 6 غرز راح نكمل هاف دبل كروشيه لمن اخر السطر. أنا طبعا راح أكمل لما أوصل حق الحجم وأشوفكم بعد ما أخلص. فهذه هي القطعة بعد ما خلص. طبعا أنا خيطت لما خلص الخيط، المفروض إن الحين إحنا نشبكهم ويا بعض. راح تلاحظون إن في جزء صاير كذي مايل، هذا صح مو غلط، لأنه هو الكابوس لما نيجي نصفطه راح يكون صاير شوي بهالطريقة. فشنو اللي سويته؟ أنا خيطت لما نخلص الخيط. ليش سويت هالحركة؟ على أساس أشوف راح يكفي لي آخر السطر ولا لا. طلع أنه ما يكفي، فإذا ما كفى علشان أشبكهم ويا بعض أستخدم الإبرة العادية مالت التنظيف،
اللي هي هذه استخدمها على اساس انه اسكر الشغل. اذا ما ابي استخدم طريقه ابره التنظيف اقدر استخدم طريقه السنجل كروشيه، فلان هذا الخيط ما كفى لاخر السطر انا راح افتح سطرين واسوي طريقه السنجل كروشيه. طبعا هذا شوي مرات يعور القلب بس انا بالنسبه لي لا عادي انا متعوده، بس اللي توهم بادين يعني شوي تاثرون. فالمهم فالحين انا فتحت طبعا النص سطر والحين راح افتح هذا السطر لما البدايه. فالحين هذا هو اللي هو السطر خلصنا، اسوي سلسله ارتفاع اقلب الشغل. بالعاده احنا نخيط بهالطريقه، هالمره راح ناخذ القطعتين ونحطهم كذي مطابقين على بعض، وبعدين راح ابدا ادخله في الجزء الاول كامل والجزء الثاني كامل، وراح اخيط غرزه سنجل. تقدرون تسوون غرزه سليب اللي هو المنزلقه او غرزه حشو حسب انتم شنو حابين، وراح تمشون عليه غرزة غرزة لما تصون حق هالطرف هني. فأنا راح أكمل وراح أشوفكم بعد ما أخلص. فهذه هي القطعة بعد ما ثبتهم ببعض. طبعا هذا الجزء راح يكون للداخل، بمعنى وقت اللبس راح نقلبها بهالطريقة مثل ما تشوفون. حلو يعني مرتب ما يبين العيوب. الحين باقي الجزء اللي موجود فوق. الحين هذه آخر غرزة وصلتها، أنا راح أطلع الخيط لأن ما راح أخيطه بالإبرة هذه، راح أخيطها مع إبرة التنظيف. طبعا إذا إحنا خيطناها بهالطريقة بدون ما أنزم راح يكون يعني طرف الكابوس من فوق صاير مثل شكل مستطيل، فإحنا ما نبي هالشي. فإحنا راح ناخذ الإبرة العادية. طبعا هذا الخيط وايد طويل فأنا راح أقطعه. شلون اعرف ايش كثر اقطع؟ يعني مثلا خلينا نقول هذا الخيط احط له 2 و3، اتوقع انه راح يكون كافي. فالحين الطريقة ان احنا راح ندخل طبعا في الاثنين امامي وخلفي، وراح نمشي بشكل شنو يقولون فوق تحت ما ادري شنو اسمي. المهم ان احنا نمشي على القطعتين ويكون واسع، يعني ما يكون وايد قراب يم بعض. شنو يعني وايد قراب يم بعض؟ يعني شوفوا مثلا انا دشيت هني بعدين طلعت من هني، مو يكونون يم بعض ادش واطلع لا. فمثلا انا هني طلعت، شوفوا هذا الخيط مثلا ادخل هني. ليش قاعدة احط مسافة؟ لان بعدين راح ازمه، ولما ازمه يكون أسهل لما يكون واسع في فراغات بينه، بل لما يكون يم بعض يصير مشدود، وإحنا ما نبي هالشي بالنسبة حق هذا الكابوس. فالحين هذا هو آخر واحد هني، زين. الحين شوفوا شلون راح آخذ الخيط وراح أزمه كذي بهالطريقة. لاحظوا إن هذا راح يلم الطرف من فوق، فلما أي أبي أقلبه راح تلاحظون إنه هو صاير بهذا الشكل. حزم. هذا هو شكله من فوق، يطلع ارتب. المفروض تتأكدون انه ما في اي فراغات، طبعا مثل ما انتم شايفين ما في فراغات كله، واذا شفتوا في فراغات ويا نفسه هذا الابرة والخيط خيطوهم يم بعض وخلاص. فالحين انا بس راح اثبت الخيط وبعدين راح اقطعه، وبعدين راح اوريكم شلون راح نثبت هالقطعة عليه من فوق. طبعا مثل ما انتم شايفين راح اخيط هذا الطرف بعد. فهذا هو الكابوس بعد ما خلصت. الحين بس باقي اثبت هالقطعة. فالحين راح اوريكم شلون راح نثبت هالقطعة. طبعا هو اساسا هي مشبوك ويا خيط، بس انا بالغلط طلعته، فراح استخدم بقايا الخيوط الموجودين عندي. فراح اخذ هذا الجزء هني، والحين راح اثبته ويا الابرة وراح احطه بنفس المكان اللي هم اساسا حاطينه حق الفتحة.
فهذا هو هني، فدخلت الخيط فيه. الحين أنا أحب إني أحط الخيطين ويا بعض داخل الإبرة. أحدد وين أبي أحطه بالضبط، وين مكانه، طبعا بحطه بالنص. طبعا لاحظوا أني أنا قلبت الكبوس، بمعنى شوفوا هني الخياط مرتب، مو مبين مثل غرزة طالعة لبرا، لأن أنا استخدمت غرزة السنجل. شوفوا غرزة السنجل هني كاهية للداخل. فهذا هو هني حطيته داخل. الحين بس راح أثبته شوي ويا الطرف هني ثابت، بس عشان أوريكم كهو ثابت. زين، والحين بس راح أكمل أثبته، أخيطه ويا الخياط اللي موجود هني داخل. لما يخلص الخيط وبعدين راح أقطعه وخلاص، سهل ما يبي له شيء. وهو بس يعني مرات الواحد يكون شوي متخوف، بس بعدين لما يسويه خلاص راح يثبت. طبعا تقدرون انكم تعقدون الخيط، بس هو فعليا ما يحتاج. اذا حسيتوا انه هو راهي تقدرون تدشون بالقطعة اكثر من مرة. وهذا هو درس اليوم، ان شاء الله عجبكم الدرس. اذا عجبكم الدرس بليز لا تنسون اللايك والسبسكرايب. حابة اشكر متابعتكم، مع السلامة. لك يا عورك، شنو سويت؟ طحت طحت عزيزان.